أيام هذا المهرجان، مهرجان وسباق المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلق مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات الشوط السادس، هذا الشوط خاص باللقاية القعدان وأعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط. أتمنى التوفيق لكل المشاركين، والكلمة وحيلها أيضا إلى أحد الزملاء القادم للمشاركة من ميدان الوثبة ياسر الضيوف، يتمنى له التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط السادس والخاص بفئة القعدان، اللقاية من مسافة 5 كيلومترات حاملة لهذا التحدي وهذا الانطلاق. نتابع مباشرة المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، يتواجد هنا على المركز الأول الرامي رشيد خليفة بن محمد بن شاهين المرر على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني المتحد وصالح بن سالم الزمات على المركز الأول من غير وانطلق على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني يتواجد الرامي خليفة بن محمد بن شاهين المرر، أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي. المركز الثالث وصل الفاز وعلي بن راشد بن شابل المغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، 1200 الفاصلة عن الناموس، والمقدمة هنا مع اليبهوني، الصدارة مع هملول محمد بن سهير اليبهوني الظاهر. المركز الثاني الأسد وحمد بن ناصر بن علي النعيمي يتقدم مع ثاني التحديات، والقادم هنالك فداح علي بن عبد الله بن راشد الجابري، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات. وصل للطام محمد بن سالم بن دلموك الاكتبي، يصل الان وينطلق مع المركز الثالث، ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود مع شعار اليبهوني وطياره اليبهوني، هل تحلق بهذا الناموس الى ابو ظبي ام يبقى هنا الناموس مع النعيمي مع المركز الثاني؟ ولكن هنا الاقرب هملول محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، اللحظات الاخيره. المركز الثاني بداع من الجانب الايمن وعلي بن عبد الله بن راشد الجابري، وصل هنا انطلق للطام محمد بن سالم بن دلموك الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع الاسد وحمد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل في هذه اللحظات المصمك وجاسم بن سالم بن حمد العويسي، جوله الاوامر، جوله الناموس، جوله التحديات، واليبهوني لم يصدر الاوامر، لم يصدر الاوامر حتى هذه اللحظات. يقدم لنا احد الاسماء القويه هملول محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، اصدر الاوامر، انطلق هملول، انطلق هملول، ما شاء الله تبارك الله، انطلق بهذا الناموس وحلق في سماء الشحنيه رغم الخطوره من المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الاعزاء. ولكن اليبهوني وعلي بن عبد الله الجابري اللحظات الاخيره، اليبهوني سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار، تهانينا والناموس لمالك هملول محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل بداع علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. المركز الثالث للطام محمد بن سالم بن دلموك الاكتبي ورابع المراكز. المركز الرابع وصل الاسد حمد بن ناصر بن علي النعيمي. المركز الخامس المصمك جاسم بن سالم بن حمد العويسي من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا ومتابعي الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني 7:57، 72 جزء من الثانيه هو توقيت هملول ملك اليبهوني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الاعزاء 7:58 وجزء أي من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث 8:60 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.